ثمن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط جهود الوساطة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل تحقيق وقف كامل لإطلاق النار في غزة. وقال أبو الغيط تعليقا على المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي لوقف إطلاق النار، إنه من الضروري أن تظهر مدى جدية استجابة قوة الاحتلال للمقترح، مضيفا أن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة يقتضي من الجانب الفلسطيني على وجه الخصوص الارتقاء فوق الآلام والأحزان التي خلفها العدوان الإسرائيلي الغاشم والتعامل بذهن إيجابي مع المقترح بهدف الوصول إلى إنهاء العدوان ووقف معاناة المدنيين الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.